تفضل يا أخي سعد من مكة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال بخصوص الوالد الله يرضى عليك. الوالد؟ الوالدة حجت السنة دي يوم عرفة، والمبيت بعدها في مزدلفة، ويوم العيد بقيت في مزدلفة لحد العصر لأنها تعبانة، كانت تعبانة. إيه. وبعدين أحضرناها لمنطقة الشيشة اللي هي خارج منى، ولم تبيت في منى 3 أيام. إيه. رمي الجمرات وأكلة أخيها. طيب. وأبغى أشوف إيش عليها هو. طيب. فضيلة الشيخ صالح، هذه يقول والدتي حجت يوم عرفة وباتت بالمزدلفة، وكانت الحقيقة متعبة، ولم تبت في منى أيام التشريق، ورمى عنها أحد الأبناء الجمرات ورجعت إلى أهلها. الحمد لله، إذا كانت متعبة ومريضة ولا تستطيع المبيت بمنى فإنه يسقط عنها. الحمد لله. يسقط عنها المبيت ولا شيء عليها، لأنها معذورة، وتوكيلها لرمي الجمار لا بأس به، وهو مجزئ عنها ولله الحمد، ولكن لا بد أنها تطوف للإفاضة وتسعى بين الحج والعمرة ولو محمولة، لا بد من لأن هذه أركان الحج، لا بد أن تطوف أو يطاف بها، وأن تسعى أو يسعى بها. نعم.